التجارة محتاجة إلى مقومات شخصية. أتوقع أنه بعض المراكز اللي خاصة بالتقويم والتقييم يدخل عندهم الواحد ويكون عندهم خبراء يسوون له اختبارات 300 سؤال يسألونه وناتجه 300 سؤال نمطك أنت وشه بالضبط. في الغالب هذه يستأنس فيها ولو تسلم لا يسلم الشاب نفسه للمستشارين هذولا، لأنه قد يكون المستشار هذا يعطيك اعتقاد معين بناء على الزاوية اللي يطل فيها ويكون صحيح. هو أكاديمي ما جرب التجارة ولا مرت معه التجارة، فيجي يقول لك أنت نمطك تسويقي، أنت نمطك في التخصص الفلاني، فيقحمه بالقوة كأنه 100% يدفع دفع في مجال يستأنس فيها الواحد. يعني أنا أصلح وما أصلح يعاد التفكير فيها أكثر من مرة. بالنهاية رأي الأب والأم ورأي أقرباء الحكماء حولك وأنت ما تشعر من داخلك يا شاب قد يحدد مسارك بالشكل الصحيح. لا تنسى تشترك في القناة ولا تنسى تفعل الجرس عشان يصل كل جديد. فالك التوفيق.